بعد حالات التحرش ليلة رأس السنة، مطالبات بقوانين رادعة للمتحرشين. رونالدو يدفع 20,000 دولار للحصول على أكسجين نقي. أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها 119 بشرب الكوكا كولا. المزيد في هذه الحلقة من يو تريندينج. أهلا بكم. نبدأ من البصرة اللي أغرقتها مياه الأمطار وكشفت عن فساد المشاريع وسوء تنفيذ الصرف الصحي فيها. أحد المواطنين قام بنشر فيديو لتلف التبليط في أحد الشوارع ناحية صفوان بعد أسبوع من تنفيذه. شاهدوا معي. التبليط قبل أسبوع سلموه المشروع ماله. زين. كله هذا الشارع كامل. أها. شوف هاي قبال مدرسة التعامل. قرب شارع البريد. هاي خسر شوف. هذا هم خسر. شوف. نعم الله على هذا العالم الخيرة جاي تسوي على مود السيارات لا تطيح. شوف هاي خسف نقر صارت في الشارع صورة عامة صار يعني الشارع على طوله زين وبيج خس بها منه إلى متى؟ إلى متى مسؤولين صفان مسؤولين البصرة بالذات صفان ليش ما تتابعون الشركات؟ ليش قلنا تشتغل حالها؟ يعني شنو مجرد خوف خافون والله كاظه الشركه احزاب او شيء شركه التبليط هاي يعني شيء فاشل افشل من الفاشل ماكو ما شوف هاي شلع بي بيده والله. هذا الفيديو حصد الكثير من التعليقات. سيد النحل اختصر الوضع وعلق يقول بلد الفساد والقتل والمخدرات والسرقات هذا هو العراق في ظل هذه الطبقه السياسيه. أما كرار فكتب أيضا يقول ما لهم علاقة كل من ماخذ حصته من المشروع إلك الله يا عراق. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي تداولت هذا الفيديو. الآن إلى موضوع آخر. رغم كل ما يعانيه العراق من فساد سياسي تبقى الأخلاق والغيرة والأمانة في نفوس البسطاء، ودليل على ذلك فيديو مؤثر من ذي قار لشاب يدعى محمد يعمل في بيع الخضار عثر على مبلغ كبير من المال قيمته 117 مليون دينار عراقي فقام بإعادة المبلغ إلى أصحابه. تجاوز وحمودي يتيم الأب والأم الله يرحمه إن شاء الله وحمودي يشتغل يشك مال خس عامل خوش وحمودي الطيب الوريد اللي يحمل غيرة غير تعني الشطرة نطيبها للشقرة حمودي اللي قاله مبلغ من المال 117 مليون 117 مليون حمودي من لقيت 117 مليون ايش ما اخذتي وانت يتيم وما متزوج وقاعد حلال حرام وزراعه ايش اسوي حمودي يقول انا خاف من الله ويقول ما اخذت الفلوس لاهلي خاف استطمع بهم وضموهم بالكشخ خطيه ورجع الامانه لاهلها. هذا الفيديو ايضا تفاعل معه المئات على فيسبوك. كتب عبد الله عباس يقول هذا العراقي الاصيل هو هذا ديدنهم لانهم اصلاء وحليبهم طاهر ان شاء الله في ميزان حسناتك ويعوضك مكانه. اما ابو حسين فعلق ايضا قائلا بعدها الدنيا بخير ما طول اكو هيجي شباب مؤمن بارك الله بيك والله يرزقك الرزق الحلال ان شاء الله تعالى. اخيرا تعليق من الحسيني حسن جاء فيه بارك الله فيك اخي الكريم بس صاحب المبلغ خلي عندك ذمه شويه وساعده بالزواج شجع الباقين على هذا الطريق. هكذا كانت تقرا اغلب التعليقات تمتدح هذا الشاب وتصرفه. إلى فيديو آخر مشاهدينا منتشر بشكل كبير للإعلامية شيماء العبيدي طبعا هذا الفيديو اعتبر البعض مسيء للمؤسسة العسكرية نشاهد هذا الفيديو محمد شوفوا هذا الفيديو خاص لأبو محمد أهلو شوني يقدر يفتح حلقة كلكم متابعة والله لا ما سويتوا متابعة اليوم أشيك الانستغرام ترتفع ولا العبيدي بعد حذف الفيديو من صفحتها في تيك توك ظهرت بفيديو جديد تناشد رئيس الوزراء وتبرر موقفها من هذا الفيديو لنشاهد سويا
أنا الصحفية شيماء العبيدي مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء. دولة رئيس الوزراء أنا أتعرض إلى هجمة شرسة، أكو ناس تريد تقطع رزقي وتريد تأذيني وأنا ما عندي أحد. أنا مرية وما عندي أحد، بس الله سبحانه وتعالى، وأريد أوصل صوتي لحضرتك. صورت فيديو خاص بي مع ابن حماية بالكلية العسكرية، تأول هذا الفيديو وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين أني أحكي عن الجيش وأذية الجيش وأتكلم كلام أبداً ما حلو، بالإضافة إلى نزلت صورة حضرتك اللي أني اتشرفت والتقطت بها، التقطتها مع حضرتك بمعرض الكتاب. وإذا بأن أنت داعمني على الغلط والكلام المحلو، وهذا أكبر دليل بأن هم يريدون يأذوني ويريدون يقطعون رزقي. من هذا الفيديو مشاهدينا نكمل مع موضوع آخر. في العراق أيضا ومع حالات التحرش الكثيرة اللي حصلت ليلة رأس السنة، إضافة إلى القضية اللي هزت الشارع العراقي مؤخرا وهي اغتصاب طفلة حوراء، قامت الناشطة آية عماد بنشر فيديو عبر حسابها في انستغرام تحدثت فيه عن حوادث التحرش ونظرة المجتمع للفتاة المتحرش بها وجلدها بدلا من الدفاع عنها وتبرير التحرش بأن ملابسها غير محتشمة أو فاضحة. تم إطلاق حملة ونشطت عدة هاشتاجات من بينها هاشتاج لا للتحرش وهاشتاج نطالب بقانون يحمينا من التحرش. هذه الحملة لاقت أصداء إيجابية وتفاعل كبير لدى النساء تحديدا الذين دعموا هذه الحملة من أجل إيجاد قوانين رادعة تحمي المرأة من التحرش. رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة إلا أن منتدى الإعلاميات العراقيات أصدر منذ عام إحصائية غير رسمية جاء فيها أن 77% من العراقيات يتعرضن للتحرش المباشر. الفيديو اللي شفناه كان حالة من آلاف الحالات اللي تعرضوا للتحرش، وللأسف فوق ما هم ضحية للتحرش هم أيضا ضحية الكلام النص اللي ما يرحم واللي بحياته ما كان منصف. أما الشيء اللي استفزني أكثر هي تعليقات الناس على السوشيال ميديا واللي كان من أبرزها هم لو أهلها براسهم حاض ما كان خلوها تطلع، عيني هي لو ما بيها مجال كان ما حد جيمها مو؟ لو مو سلبية المجتمع ودفاعهم عن المتحرشين. دائما المجتمع يفرض على البنت أن تسكت عن حقها، وإذا ما سكتت طلعوها هي الغلطانة. أما السبب الأقوى هو غياب سلطة القانون. وعلى طار القانون تنص المادة 402 من قانون العقوبات يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 30 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة مالية لا تزيد عن 100 دينار إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة أخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من أجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق. شاهدنا التغريدات على تويتر كانت كثيرة فيما يتعلق بحالات التحرش، إليكم البعض منها. أول تغريدة لدينا من عمار عصام قال: شفت مقاطع التحرش في ليلة رأس السنة بمدن مختلفة من العراق، وصدق أيقنت أن المشكلة طلعت من ماعونها والناس فقدت كل قيمها، بنات صغار يتم التحرش بهم وحدة هي وجهالها ويتم التحرش بها بمسك أجزاء من جسمها، اللعنة على دولة ما بها قوانين. أما تغريدة أخرى جاءت من روف قالت فيها: لا يوجد سبب للتحرش سوى دعم المجتمع له. العراق لا يمتلك قانون واضح للتحرش. ما هو التحرش في القانون؟ ما هي العقوبات الرادعة؟ ما هي التعويضات للمتحرش به؟ لا يمتلك العراق أي نصوص وتأويلات تذكرني بتأويلات رجال الدين لمواكبة مشاكل العصر. هذه كانت مشاهدينا بعض الأخبار والفيديوهات اللي تم تداولها عراقياً، والآن نكمل مواضيعنا من مصر حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية انتحار فتاة قاصر تدعى بسنت تبلغ من العمر 17 عام بعد قيام أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور وقام بنشرها. هذه صور انتشرت أو عفوا انتشرت صورة أيضا لرسالة قيل أن بسنت تركتها لوالدتها قبل انتحارها تقول فيها: ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسم بالله دي منا. وذكرت في رسالتها أنها أصيبت أيضا باكتئاب.
بعد انتشار الخبر نشرت هاشتاج في تويتر بعنوان حق بسنت لازم يرجع، وحمل بعض المغردين أهل الضحية المسؤولية لعدم دعمها ومساندتها. الأزهر أيضا وبعد الضجة اللي أحدثتها قضية بسنت أصدر بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك علق فيه على ما حصل وقال أن ابتزاز الناس بالاتهامات من خلال الصور المزيفة باستخدام البرامج الحديثة أو غيرها من الطرق التي يمكن بها الطعن في أعراض الناس وشرفهم إنما هو إفك بغيض وإذاء بالغ وبهتان محرم حذر منه المولى سبحانه. عائلة الفتاة وبعد الاتهامات التي وجهت لهم بعدم مساندتهم لبسنت خرجوا عن صمتهم حيث تحدثت شقيقتها عن الحادث وقالت أن والدة بسنت لم تصدق الفيديو وأن بسنت تعرضت لضغط نفسي كبير. بالفعل ما كانش مصدقه وقالت دي مش بنتي، قالت دي مش بنتي وهي ما كانتش في البيت، ما كانتش لسه جت من الدرس من بره، قالت ان دي مش بنتي خالص. وجت بسنت اختي جت من بره، ماما وريتها الفيديو والصوره، قالت يا ماما دي مش انا وانا ما بنعملش كده وانت عارفاني والكلام ده كله. قالت يا بنت احنا مصدقينك عادي خالص، بس هي الناس انت احكي لنا القصه من اولها. قالت يا ماما في ناس كان في شابين كان عاوزين يكلموني ويمشوا معايا في علاقه ثانيه، كانوا عاوزين يكلموني، انا رفضت الموضوع ده. دخلوني من كذا رقم عن طريق الواتس، دخلوني من كذا رقم، انا نعمل لهم بلوك، انا هي متعوده اي رقم الكليه تعمل له بلوك هي ما تعرفوش. فراح ايه دخلها من رقم ثاني وبتقول له هو بيقول لي يا بسنت، هي فكرته ان واحده صاحبتها. فراحت ردت عليه، مجرد ان هي ردت عليه ان هو هنقل لها تليفونها كله وبعت لها الصور، صورها عاديه عادي صورها، قال لها انت شايفه نفسك علينا وانت متنكه علينا، انت متكبره على ايه؟ طب احنا هنعمل فيك ونخلي فيك. راحت قايلته قالت له انت عاوز تعمله اعمله. صحيفة اليوم السابع ذكرت قبل ساعات أنه تم القبض على شخصين بتهمة الابتزاز الإلكتروني عبر فيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم. مشاهدينا، للمزيد من أخبار السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في يو تريندينج. نكمل حلقتنا مع الأخبار الرياضية. من المتعارف عليه في عالم الرياضة أن جسد اللاعب وصحته هي كل رأس ماله. يحرص كثير من نجوم كرة القدم على اتباع أنظمة صحية وغذائية للحصول على جسد صحي خالي من الأمراض. البعض لديه هوس بذلك، ومن هؤلاء البرتغالي كريستيانو رونالدو المهووس بالحفاظ على لياقته البدنية ويكرس وقت طويل للاهتمام بجسده وعضلاته. بحسب تقرير نشرته صحيفة السن البريطانية، فإن كريستيانو أحضر إلى منزله غرفة أكسجين عالية التقنية تسمح له باستنشاق الهواء النقي مباشرة في بلازما الدم. هذه التقنية تساعد على إصلاح الأنسجة التالفة في الجسم بشكل أسرع من المعتاد. وكريستيانو أعجب بهذه التقنية بعد استخدامه لها أثناء تعافيه من إصابته في الركبة اللي تعرض لها أمام منتخب فرنسا في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016. ذكرت الصحيفة في تقريرها أن غرفة الأكسجين عالي الضغط كلفت رونالدو حوالي 20,000 دولار للوحدة الواحدة. أدون ليصرف أموال كثيرة للتفوق على منافسيه سبق أن أثار كثير من الجدل وتصدر عناوين الصحف في العام 2018 عندما صرح أن عمر البيولوجي هو 23 عام وأن بإمكانه أن يلعب بشكل احترافي حتى عمر 41 عام. أيضا كريستيانو رونالدو قام بنشر فيديو منذ أسبوع عبر حسابه في إنستغرام لبعض التمارين اللي يؤديها للحفاظ على لياقته، محققا الفيديو حتى الآن أكثر من 58 مليون مشاهد.
مستمرين مشاهدينا مع أبرز الأخبار والفيديوهات اللي تم تداولها في السوشيال ميديا عالميا، والآن إلى اليابان حيث احتفلت أكبر معمرة في العالم بعيد ميلادها 119 في دار رعاية للمسنين. تم إحضار شرابها المفضل الكوكاكولا والشوكولاتة، وأشارت المسنة للمصورين بعلامة النصر. وكانت موسوعة جينيس ضمت كين تانكا إليها في مارس آذار عام 2019 حين كان عمرها 116 عام. كين اللي ولدت عام 1903 حصلت 5 حقب إمبراطورية. إلى البرازيل اللي وصل ارتفاع مياه الفيضانات فيها إلى أسقف البيوت. سكان بلدة داريو ميرا قاموا بإخراج جميع أثاث منازلهم إلى الخارج ووضعوه في الهواء الطلق حتى يجف بعدما غمرت الفيضانات بيوتهم بالكامل. نبقى مع أخبار الفيضانات، ففي أندونيسيا ضربت الفيضانات 7 ولايات وتم إجلاء الآلاف، ووصل عدد المتضررين هناك بسبب هذه الأمطار الغزيرة إلى أكثر من 125 ألف نسمة، ولجأ المئات إلى مراكز الإنقاذ. إلى أمريكا، عاصفة ثلجية كبيرة ضربت العاصمة الأمريكية واشنطن، وعطلت الحكومة الفيدرالية على أثرها الدوام في المدارس والجامعات. الطريف في الأمر فيديو منتشر للحظة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى واشنطن قادما من شمال كارولينا حيث كان يقضي إجازة رأس السنة. الفيديو أظهر صعوبة نزوله من الطائرة بسبب هذه العاصفة، نشاهد.
وننتقل الآن إلى الترندات الفنية. تعرض الجزء الثاني من مسلسل إيميلي في باريس لانتقادات كثيرة في أوكرانيا بسبب تصوير العدواني للأوكرانيين بحسب قولهم. فقدم وزير الثقافة الأوكراني شكوى إلى منصة نتفليكس حول صور النمطية اللي يقوم بعرضها المسلسل واصفا إياها بغير المقبولة. المسلسل يقدم في الجزء الثاني شخصية بيترا وهي لصة أمية ذات حس بسيط في الموضة تجسدها الممثلة الأوكرانية داريا بانتشينكو اللي أشعلت غضب مواطنيها معتبرين أنها تقدم صورة سيئة عنه. وأبدى الوزير الأوكراني في شكوى استياء من تصوير الرجال الأوكرانيين في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين على أنهم رجال عصابات معتبرا أن هذه الصورة تغيرت بمرور الوقت. وذكر الوزير أن نتفليكس وافقت على استمرارية الاتصال الوثيق معه في عام 2022 لمنع حالات التنميط المستقبلية في العرض وتابع لقد شكروني على ردود الفعل. Are you okay? When I went to go say goodbye to Gabrielle, مشاهدينا هذا كل ما لدينا من أخبار السوشيال ميديا. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء.